بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين، نبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجا والتجا إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال المولى الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. المسألة الشرعية في هذه الليلة تتعلق بالنذر. النذر شرعا ما هو؟ هو الالتزام بفعل أو ترك لله، أن تلتزم بفعل أو بترك، وهذا الالتزام لله سبحانه وتعالى. ولهذا يشترط الفقهاء أن يكون متعلق النذر أولا مقدور، يعني ممكن أن تقوم به. فلو نذر إنسان أن يحج لله ماشيا ولا يستطيع المشي لا يصح نذره. ثانيا أن يكون راجحا، يعني من الأمور الراجحة، غير الراجح ما يصير متعلق للنذر. ثلاثة أن لا يكون مرجوحا، المرجوح يعني المكروه مثلا والمحرم والعياذ بالله مثلا والواجب مثلا ترك الواجب مثلا، ما يصير واحد ينذر بترك واجب بفعل محرم بفعل مرجوحا، حتى لو كان مرجوحا دنيويا يعني يضره. ولهذا مثلا بعض الفقهاء مثل سيد خوي رضوان الله تعالى عليه يقول لو أنه مثلا نذر بأن يترك الجقاير، ترك الجقاير زين، لكن يقول أكو بعضهم إذا يتركون الجقاير يضرهم، يصير بمضرة، فهذا يصير مرجوح دنيوي كما يقول رحمة الله عليه. على كل حال على خلاف بين الفقهاء في قضية السجاير كما تقدم ذلك. النذر يحتاج إلى صيغة، صيغة النذر لله علي أن أفعل أو أترك، تفعل شنو؟ شيء راجح. أن مثلا لله علي نذر إذا نجحت مثلا في الامتحان الفلاني أحيي ليلة القدر، هذه الليلة مثلا، فيتحول من المستحب إلى واجب في اعتباره نذرا. أو لا ترك شيء، نذر علي لله علي بأنه مثلا إذا صار كذا أترك مثلا، افرض الإساءة إلى جاري مثلا، ما أؤذي جاري أبدا،
هذا هم كذلك يكون واجب. أما بالنسبة إلى الزوجة كما يقولون نذرها إذا كان نذرها يؤدي إلى عدم يعني يعارض الاستمتاع بها كما يقولون، احنا الآن عندنا قضية نذر للزوجة، هل يحتاج إلى إذن من الزوج؟ لا، إذا كان من أموالها الخاصة إذا كان شيء لا يتعارض مع استمتاع الرجل. أما لا، تنوي تصوم النهار مثلا، صوم مستحب طبعا، تنوي صوم المستحب والرجال يريد يستمتع فهذا خلاف الاستمتاع، فهنا نذرها لا ينعقد أبدا ولا يصح. أما بالنسبة إلى الوالد والأم، يعني بالولد بالنسبة إلى الأم والأب، هل يحتاج إلى أن يأخذ إجازة من أبيه؟ طبعا هذه الإجازة أدبية أخلاقية لا أكثر ولا أقل، وإلا لو نذر الوالد الولد دون أن يأخذ إذنا من أبيه أو أمه صح. نعم، لو نهياه، يعني لو نهى الأب أو الأم نهى الولد عن ذلك النذر، يقولون ينحل النذر، يصير منحل. أكو مسألة أريد أتطرق إليها ثم أروح إلى الموضوع، مسألة ما إذا نذر الوالد أو الأم أن تزوج ابنتها لهاشمي. وعندنا هذا في بعض البلدان مثلا، تنذر هذه إن شاء الله يا أخي أعطيها واحد سيد، لله علي إن هذه شوفيت أعطيها مثلا أزوجها بواحد سيد أو بفلان مثلا. هذا النذر يقولون موقوف على موافقة البنت، إلا ما يجري النذر، شلون تنذر على آخر أنت؟ لو فرضنا الزوجة الآن نذرت قالت لله علي نذرون من فلوس زوجها، ما لها حق تصرف في فلوس زوجها أبدا إلا بموافقته شيء آخر. كذلك البنت لما تقول لله علي نذرون الأم أو الأب أن يزوجها من هاشمي، فإذا بلغت البنت حين ذلك تكون مخيرة، إن وافقت فبها ونعمت تمت، وإلا فلا. هذه مسألة الشرعية وكان فيها فروع. أما بالنسبة إلى الآية الكريمة أو السورة المباركة وهي موضوع هذه الليلة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، الواقع هذه السورة المباركة فيها فروع كثيرة، لكن إن شاء الله سنلم بها تحت ثلاثة محاور. المحور الأول، لماذا بدأت الآية الكريمة بالتأكيد على نزول القرآن من الله؟ وهل يشك أحد أن القرآن ليس من الله؟ هذا واحد. الأمر الثاني، ما هي عظمة هذه الليلة؟ شلون عظمتها يعني؟ كيف نصور عظمة هذه الليلة؟ الأمر الثالث والمحور الثالث، لماذا سميت بليلة القدر؟ ما هي الوجوه وما هي الآراء في ذلك؟ المحور الأول من حديثنا يتعلق بقوله تعالى إنا أنزلناه. لاحظ القرآن الكريم، أنتم دائما تقرؤون وتسمعون القرآن، دائما يأكد على أن القرآن نازل من الله. دائما شوف حتى بعض السور مثل الزمر، فصلت، الزخرف، الدخان، الشورى، تجد أنها مثلا تبتدئ بماذا؟ حاميم، تنزيل من الله العزيز الحكيم، حاميم، تنزيل من الله العزيز العليم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم. دائما تأكد أن هذا نازل من الله. لماذا؟ هل لأن مشركي قريش كذبوا بالقرآن؟ هل لأن اليهود كذبوا بالقرآن؟ زين، ما لنا وما لمشركي قريش؟ انتهت مشركو، ذهبوا مشركو قريش، اليهود هم ذهبوا، لماذا هذا التركيز بالذات؟ التركيز أيها المؤمن كأن الله يريد أن يقول أن هناك معركة ضارية بين مبادئ القرآن ومبادئ الجاهلية في كل زمان ومكان. لا تتصور أن الهجمة ضد القرآن انتهت. قد واحد يقول لي أبو لهب أبو جهل، أبو لهب يمكن أن يوجد في أي زمان، أبو لهب يمكن أن يوجد في أي زمان، أبو سفيان يستطيع أن يوجد في كل زمان من الأزمنة. إذن الحملات ضد القرآن الكريم من وين ابتدأت وهل ستنتهي؟ أبدا، بدأت ولا تنتهي. لماذا؟ لأنها تمثل الباطل والقرآن يمثل الحق،
وما دام الحق موجودا أكو صراع بين الباطل والحق. بدأ هذا الصراع لمشركي مكة لما بدأ النبي صلى الله عليه وآله بماذا؟ بدعوته، فشككوا في القرآن، قالوا هذا القرآن ها إن هو إلا قول البشر، إنما يعلمه بشر. يقول هذا لا، يقول هذا في الواقع ما هو إلا تأليف من محمد صلى الله عليه وآله، منابل يعني ظاهرة أرضية. كذلك لما إجى النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة عقد معاهدة بينه وبين من؟ وبين اليهود، على أن يعيشوا بسلام. النبي التزم، أصحابه التزموا بهذه المعاهدة، إلا أن اليهود من شأنهم الغدر ومن شأنهم نقض العهود، فنقضوا العهد، فبدأوا يوجهون الحرب الفكرية ضد من؟ ضد القرآن الكريم، وأخذوا يشككون في القرآن الكريم. زين، النبي انتصر على المشركين بتكسير أصنامهم، انتصر على اليهود بماذا؟ باحتلال خيبر، وذلك ببركة أمير المؤمنين السميدع. ها؟ كلا وحاشا أن يقال سميدع صلوات الله عليه. حين ذلك انكسرت شوكة اليهود. أنا أريد أقول شيء، الإسلام والمسلمون ماذا كان موقفهم من اليهود في الواقع؟ خلينا واقعا ننظر بعين الموضوعية. اليهود عاشوا أعزاء في جنب المسلمين، نعم فرض عليهم الإسلام الجزية لحمايتهم، لحماية أعراضهم وأموالهم ودمائهم، كما فرض علينا نحن الخمس والزكاة. إحنا المسلمين هم يفرض علينا الإسلام الأخماس والزكوات، كذلك فرض عليهم لحمايتهم ماذا؟ الجزية. عاشوا بين المسلمين أعزاء. أكثر من هذا، كانوا يتولون كثير من المهن، التجارة بيدهم، الصيرفة يعني الذهب، سوق الذهب بيد اليهود، الزراعة كانت بيدهم. أكثر من هذا، في بعض الخلفاء المسلمين سميهم كانوا يقربون اليهود، كان الأطباء من اليهود، اللي يعالجونهم من اليهود. نعم أحيانا قد اليهود يقومون بحركة ضد الإسلام، تجهض هذه الحركة. إذن كانوا أعزاء في البلدان الإسلامية. فوين كانوا أذلاء؟ كانوا أذلاء في الغرب. التفت أيها المؤمن، كانوا أذلاء في الغرب، كانوا أذلاء عند المسيحيين، قتل، سلب للحريات، ذل، هوان، إلى أن تجمعت هذه شذاذ الآفاق فسووا ما يسمى بمحافل الماسونية. الواقع هذا الكلام حول طويل، وأنا إن شاء الله سأرجئه إلى ليلة الجمعة، باعتبار ليلة الجمعة سنتحدث عن قضية الإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج في شهر رمضان. ليلة الجمعة نتحدث عنها، ليلة أخيرة اللي هي الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، سنتحدث عن ذلك، وسنتعرض إلى الأهداف الخسيسة أو الخبيثة لمحافل الماسونية. وشنه جوهرهم؟ جوهرهم يهود، جرى يهود عندهم النجمة، نجمة داود، وتوقيعاتهم كذلك. هؤلاء مروا بمراحل إلى أن وصلت إلى حد التضامن وإلى حد ماذا؟ التكوين الحلف مع المسيحيين. الأول المسيحيين يحاربون باسم الصليب، لا ما يحاربون باسم الصليب، انتهت الحروب الصليبية، انتهت. الآن تعاضدت الصهيونية العالمية مع من؟ تعاضدت مع ماذا؟ مع الاستكبار والمسيحيين اللي هم يسمون نفسهم المسيحيين ضد الإسلام. فصارت حملات وغزو سياسي وغزو سميه اقتصادي، هذا أنا ما أريد أدخل به الآن الجانب السياسي والجانب الاقتصادي، بس الجانب الحضاري. مقدمة للجانب الحضاري، أكو عندنا الغزو الفكري، الغزو العقائدي. استخدموا عدة أساليب، من جملة تلك الأساليب أيها المؤمن أنهم يأخذون أبناءنا ويدرسونهم حسب ما يريدون، ثم يجعلونهم سهما طائشا ضد الإسلام. أضرب لك مثال في هذه الليلة اللي هو مربوط بماذا؟ بموضوعنا في القرآن. ليش أكد إنا أنزلناه في ليلة؟ تأكيد إنا أنزلناه، تأكيد على أن القرآن من الله سبحانه وتعالى، لعلم الله أنه سيأتي من أبناء الإسلام من يكذب بذلك. استخدموا بعض العناصر المسلمين وعلى رأسهم واحد يسمونهم سيد، يسمونه سيد أحمد الهندي، هذا اللي مؤسس جامعة علي قرة في الهند، مؤسس على علم جامعة شيعية،
هذا استخدمت بريطانيا على أن يكون بوقا ضد الإسلام، وفعلا كتب كتاب، أول كتاب طلع إليه ينفي التحريف عن التوراة والإنجيل، هذا واحد. الكتاب الثاني في تفسير القرآن، لكن لاحظ شنو تفسير، يخدم أغراض العدو. فأولا قال بأن المعاجز الموجودة في القرآن فسرها تفسيرا طبيعيا، مو تفسير إعجازي، يعني مو مربوطة بالله وإنما مربوطة بالقدرة البشرية، زين. ثانيا قال بأن هذا القرآن ما هو إلا وضع أرضي، ظاهرة أرضية، يعني شنو، هذا هو رأي المستشرقين. المستشرقين يقولون بأن القرآن ما هو إلا من وضع محمد صلى الله عليه وآله، محمد أراد يسيطر على عقول الجزيرة العربية، على عقول العرب، فإجا بالقرآن، وكان يمتلك بلاغة ويمتلك فصاحة، فاستطاع أن يسيطر على عقول العرب. الواقع هذا لما تدرس دراسة نفسية تجد أن هؤلاء، لأن عقلياتهم عقليات استكبار، عقلية إنسان يريد يسيطر، لهذا فسروا، ماذا فسروا عقلية النبي صلى الله عليه وآله؟ بعقلية المسيطر. هذا نوع من ماذا؟ من الإلقاء في علم النفس كما يقولون. وإلا القرآن أنت لما تلاحظ أيها المؤمن، سنريد ندخل به، القرآن ما يتناسب مع عقليات الجزيرة العربية. لو واضع أن النبي صلى الله عليه وآله، عادة المؤلف إنما ينطلق من بيئته، فلو كان النبي مؤلفا له ها لكان يتناسب مع العقلية البدوية، العقلية الها العقلية المتخلفة، بينما القرآن كله تقدم وحضارة في تربيته، في تكوين الأسرة، في الاقتصاد، في الجغرافيا، في العلم. إذن إنا أنزلناه كأنما يشير القرآن إلى ماذا؟ إلى المعركة الدائرة بين الأفكار الإلهية وبين الأفكار الإلحادية. ولهذا إلى الآن تجد أن القرآن غرضا لسهام أولئك الذين جندتهم الماسونية، وعلى رأسهم الآيات الشيطانية التي ظهرت قبل كذا سنة، 10 سنوات أو أكثر. إنما هي ماذا؟ إنما هي انطلاق من جوهر هذا العمل. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية، عظمة هذه الليلة، عظمة هذه الليلة أيها المؤمن، ليلة القدر تنشأ من عظمة القرآن، تفت أيها المؤمن، لأن هذه الليلة صارت مظروف والقرآن ظرف لهذا المظروف، فاكتسبت العظمة من عظمة القرآن، هذا القرآن النازل على النبي صلى الله عليه وآله. قد واحد هنا يتساءل، لماذا قال القرآن إنا أنزلناه؟ ليش ما قال إنا أنزلنا القرآن؟ ليش جاء بالإضمار؟ يقولون الإضمار لأمرين، لوضوحه أولا، حتى توارت بالحجاب، المقصود بها الشمس، ما ذكرها القرآن الكريم، وذلك لوضوحها. والأمر الثاني لعظمة القرآن، لأن جلاء القرآن جليل، القرآن عظيم، لهذا عبر عنه بالإضمار. هذا الجانب الأول، ولهذا العظمة من هنا تنشأ من ماذا؟ من اقتران هذه الليلة بنزول القرآن الكريم. هنا قد واحد يتساءل، كيف نزل القرآن في هذه الليلة؟ مع العلم أن أول سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وآله في ربيع كما يقول المفسرون، فكيف نزل القرآن في ليلة 23، افرض مثلا في ليلة القدر مثلا؟ هنا للعلماء أراء. الرأي الأول يقول بأن بعض القرآن نزل في هذا الشهر، وعدنا في اللغة العربية يطلق الكل على الجزء، فالقرآن نقول أنزل في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني أنزلنا بعضه ليلة القدر، هذا التفسير. التفسير الثاني أنه ورد في القرآن في فضل شهر رمضان، يعني ماذا؟ مدح لشهر رمضان ومدح لليلة القدر، فإذا ورد ذلك يقال أن القرآن ماذا؟ نزل في ذلك الشهر أو نزل في تلك الليلة. هذان التفسيران يعني تفسيران متمحلان. التفسير الصحيح أن الله أنزل القرآن ليلة القدر على قلب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من اللوح المحفوظ دفعة واحدة
ثم الله نجمه، يعني أنزله تنجيما آية آية ها حسب ماذا؟ المناسبات. هنا قد يأتي إشكال، كيف أن القرآن نزل دفعة واحدة مع العلم أنه مربوط بالمناسبات، يعني تنزل الآية بالمناسبة، فكيف نزل قبل ورود المناسبة؟ هذا بالنسبة إلنا إحنا، أكو عندنا زمان ماضي وحاضر ومستقبل، هذا بالنسبة إلى الإنسان. أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فيقول علماء العقائد عندنا أن الله محيط بالزمان والمكان وخارج عنهما. الله محيط بالزمان ومحيط بالمكان وخارج عنهما، يعني ما محدود بزمان ولا بمكان كما تقدم في بعض أبحاثنا السابقة. فإذن الله علمه مو مثل علمنا إحنا، علمنا إحنا حصولي بأسباب. أنا إذا ما أقرأ ما أعلم، إذا ما أرى ما أعلم، إذا ما أسمع ما أعلم. أسمع من طريق مثلا أفرض عن طريق الرجال، ها خذ العلم من أفواه الرجال أو من صدور الرجال، أو لا من خلال التلفاز، من خلال أفرض الراديو، حين ذلك يحصل للعلم حصول صورة الشيء في الذهن، هذا يسمونه علم بالنسبة إلى الإنسان، هذا حصولي. أما بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى علمه عين ذاته، وذاته علمها عين علمه، كما قلنا في الليالي السابقة، أبدي أزلي في علمه سبحانه وتعالى. فإذا لا يأتي هذا الإشكال. من هنا ننطلق أيها المؤمن لتفسير عظمة هذه الليلة. ليش صارت هذه الليلة عظيمة؟ حتى عبر عنها القرآن الكريم بأنها خير من ألف شهر. هذه أحد موارد العظمة في ليلة القدر، أن ليلة القدر تعتبر كماذا؟ أو خير، أفضل خير، صيغة ماذا؟ صيغة تفضيل هنا، أفضل من ألف شهر. ما المراد من ذلك؟ الواقع لما تمر بتفاسير المسلمين تجد بعض التفاسير كما أن كأنه ها تأخذ مورد العصبية، يعني مثلا أرادوا أن يرفعوا شأن بعض مثل بني أمية، ها يعتبرونهم الآن هم، يعني في ليلة من الليالي أنا بينت بأن بني أمية ترى المقريزي، ها المقريزي لما يمر بهم يسلبهم حتى العربية، يقول هؤلاء مو عرب، التفتت الأصل يعني. فعلى كل حال يقول خير من ألف شهر، يعني خير من حكم بني أمية والذي استقام ألف شهر. أي خير في حكم بني أمية؟ غير بس عمر بن عبد العزيز هذا العادل كما يقولون، هذا له أعمال جليلة، نفى السب عن علي صلوات الله عليه، وقرب بني هاشم، ويقال أنه أرجع بعض فدك إلى أصحابها. على كل حال هذه أعمال مشكور عليها هذا الرجل الجليل، ها؟ لكن البقية كلهم على كل حال، يا ابن عبد العزيز لو بكت العين فتى من أمرية لبكيتك، ها؟ لكن أنت نزهتنا عن السب والقذف، فلو أمكن الجزاء جزيتك. على كل حال هذا الرأي واقعا رأي مو صحيح. الرأي الثاني المراد من خير من قوله تعالى خير من ألف شهر، ألف شهر واحد جاهد من الإسرائيليين اليهود في ذاك الزمان بني إسرائيل، ها ألف شهر يحمل السلاح، يقول لك أن إحياء هذه الليلة أفضل من ماذا؟ من جهاد ذلك الإسرائيلي من بني إسرائيل الذي حمل السلاح ألف شهر. ولهذا بعض الروايات يقول تقول يجاء بالإسرائيلي وقد عبد الله 400 سنة، ويجاء برجل من أمة محمد صلى الله عليه وآله وقد عبد الله 40 سنة، فيفضل الرجل الذي عبد الله من أمة محمد 40 سنة على ذلك الرجل الذي عبد الله 400 سنة. يحتج الإسرائيلي يقول شلون تفضلون هذا؟ أي أنت العدل؟ أنا أكثر منه عبادة. فيأتيه النداء أنكم عبدتم خوفا من العقوبة المعجلة، وهؤلاء قد أمنوا العذاب، يعني عذاب الدنيا، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ما دام رسول الله موجودا ما يعذبون بالعذاب الدنيوي يعني، ومع ذلك عبدوا الله فعبادتهم أفضل من عبادتكم. هذا الرأي الثاني.
الرأي الثالث وهو الرأي المشهور، لا تقريبا يعني أكو بينهما لقاء، يقول أن قيام هذه الليلة أو هذه الليلة تعتبر خير من 1000 شهر ليس فيه ليلة القدر. ليس في تلك 1000 شهر ماذا؟ ليلة القدر. ولهذا يستحب إحياؤها، الغسل فيها مستحب، يستحب فيها الصلاة إما ركعتين في الأولى يقرأ فيهما ماذا؟ الحمد والتوحيد 7 مرات والتوحيد 7 مرات، ثم 70 مرة يقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه. هذه موجودة الآن ما شاء الله هم مطبوعة عندكم، ها يكثر اللهم إني أسألك العافية، يقرأ العنكبوت والروم والدخان، السور هاي 3، كذلك سورة القدر يكررها 1000 مرة إذا استطاع، يعني 1000 مرة يقرأها، بالإضافة إلى ذلك الأدعية الموجودة، زيارة الإمام الحسين، دعاء الحجة عجل الله تعالى فرج، اللهم كن لوليك الحجة إلى آخره. كذلك الجوشن الكبير، دعاء الجوشن الكبير، دعاء رفع القرآن، كل هذه من المستحبات في هذه الليلة. إذن عظمتها تنبع من ماذا؟ تنبع من أن هذه الليلة ليلة إحياء. الجانب الثالث العظمة أن هذه الليلة كما يقولون إنما سميت بليلة، كما سيأتينا إن شاء الله في تسميتها، لكن هذا لا بد أن نذكره في عظمتها، أنها سميت بليلة القدر لأنها ليلة ذات قدر. زين ذات قدر هل من نفسها أو بشيء آخر؟ أكو بعضهم يقول لأنها اقترنت بنزول القرآن، وبعضهم يقول لا لذاتها. هسه قد واحد يتساءل شلون يكون لذاتها؟ يعني احنا الان عندنا شهور مفضله، عندنا ايام مفضله، عندنا اماكن مفضله، عندنا اقوال مفضله، عندنا مثلا اعمال مفضله، هل هي لذاتها او لشيء اخر؟ الواقع اكو بعضهم يقول اكو رايين، الراي الاول انها لذاتها لان فيها سرا من الاسرار، وبعض يقول لا لأن الله عظمها، الله لأنه عظمها، والله مطلق فما يعظمه الله يصبح عظيما، يعني اكتسابية مثل ما نقول إحنا. انتبه أيها المؤمن، التقديس ذاتي لو اكتسابي، هل هو ذاتي؟ أكو رأي، وأخو رأي آخر يقول لا اكتسابي، الله سبحانه وتعالى لأنه عظمها حين ذلك أصبحت ماذا؟ عظيمة. وإلا قد واحد يتساءل مثلا ليش الكعبة صارت في ذاك الموقع، ليش ما صارت في موقع آخر، ليش مثلا النبي صلى الله عليه وآله صار في المدينة ما صار في موطن آخر مثلا، لماذا مثلا أفرض مثلا لماذا ليلة القدر هي ليلة هالليلة هذه مو ليلة النصف مثلا؟ الواقع هذا شيء تعبدي، وهذا شيء راجع إلى الله سبحانه وتعالى، وعلينا أن نتعبد بماذا؟ بما ورد عن أئمتنا وعن أهل البيت وعن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الجانب الثالث في حديثنا، لماذا سميت ليلة القدر بالقدر، ليلة القدر؟ أولا قالوا لأنها ليلة التقدير، تقدر فيها الأحكام، تقدر فيها الأوامر، تقدر فيها الإماتة، تقدر فيها الإحياء، يقدر فيها الأرزاق، تقدر فيها الأمطار وإلى آخره. فقد واحد يتساءل يعني هل ليلة بالذات الله يقدر؟ لا، أكو عندنا رأي يقول لا، الواقع الله سبحانه وتعالى منذ الأزل قدر الحياة. شوف شلون الله يختلف عنا، احنا اذا نريد مثلا مشروع، افرض مثلا نسوي له فد مخطط زين، فنقدر ما يحتاجه ذلك المشروع، اما بالنسبه الى الله من الازل. زين اذا هذه الليله ماذا؟ هذه الليله ليله اظهار، تلك ليله شنو؟ ليله التقدير، هي الليله منذ الازل، منذ الازل قدر الله ما يحتاجه البشر او ما تحتاجه السماوات والارض، وفي هذه الليلة إنما هي ليلة الإظهار، هذه يسمونها ليلة المحو والإثبات. التفت أيها المؤمن، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب،
يعني هذه فد نوع من الرحمة الإلهية إلنا، أكو شيء تقدير من الأزل، لكن هذا التقدير يخضع للمحو والإثبات في هذه الليلة. إذا وصلت رحمك الله يطيل عمرك، لكن بعيد لا قطع، إذا قطع رحمه يقصر الله عمره، الدعاء له أثر كذلك، فهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أن العظم أن ليلة القدر إنما سميت بليلة القدر ذات قدر كما قلنا سابقا، ولهذا شوف القرآن كرر ليلة القدر، كررها 3 مرات. ليش التكرار؟ التكرار يقولون يفيد تثبيت العظمة، كأنما الله سبحانه وتعالى أراد أن يؤكد على عظمة هذه الليلة فكررها 3 مرات. زين، هذا 2. الرأي الثالث وهو رأي عظيم، أن هذه الليلة إنما سميت بليلة القدر لأنها تضيق بالملائكة أفواجا أفواجا. الله أكبر. تنزل الملائكة، تنزل يعني كأنما الإرادة منها شنو؟ التنزل إنما يراد منه الكثرة أفواجا أفواجا. والروح، من هو الروح؟ قالوا جبرائيل، وقال بعض لا، إن المراد منه طائفة من الملائكة مخصوصة لهذه الليلة، حتى الملائكة ما يدرون عنهم، ملائكة رحمة عظيم. زين، سلام هي حتى مطلع الفجر. شو شلون التعبير؟ كلمة السلام محببة إلى النفس. شنو السلام؟ السلام هي الجنة، أحد أسماء الجنة. ماذا؟ السلام، لأنها مصونة ومحاطة بالسلام، محوطة من الآفات. زين، كذلك هذه الليلة سلام من كل أمر، يعني خير، بركة، رزق، رحمة، عطف، كل في هذه الليلة. سلام من كل الشرور، سلام من كل الآفات، سلام من الشيطان. قد واحد يستصغر السلام، لا، السلام عظيم عند الله. هل تعلم أن سلام الملائكة، 7 ملائكة نزلوا على إبراهيم؟ تعرف القضية أنت؟ إلا قدم لهم العجل. ها، هؤلاء 7 دعوا لإبراهيم وسلموا على إبراهيم، هذا السلام على إبراهيم نجاه من النار وحولها إلى بردا وسلاما. السلام مو شيء صحيح بسيط، ولهذا إحنا في هذه الليلة إذا كنا مشمولين بالسلام أيها المؤمن فما أعظمها من نعمة. الملائكة سلمت على نبي من أولي العزم إبراهيم، أنجته من نار سجرها نمرود، يا نار كوني بردا وسلاما، من كرامة أمة محمد صلى الله عليه وآله أن هذه الليلة أفواج من الملائكة تسلم على من؟ سلام هي حتى مطلع الفجر. قال بعض من المفسرين تسلم على من؟ تسلم على ولي الله الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه، وفي الرواية أنها تسلم على المؤمنين والمؤمنات. فإذا كان سلام 7 من الملائكة نجى إبراهيم من نار نمرود، هاي الملائكة بعد ما تنجينا في هذه الليلة؟ بس ندير بالنا، تسلم الملائكة على المؤمنين والمؤمنات إلا 4 نفر. النفر الأول ذاك البعيد عنا شارب الخمر، فإن شارب الخمر لا تسلم عليه الملائكة، من زوج ابنته لشارب خمر فقد قطع رحمها، من جلس مع شارب خمر لا تجالسوا شاربي الخمر، فإن اللعنة إذا نزلت عمت. وورد بأن صلاته لا تقبل 40 يوم، عدنا صلاة مجزية وصلاة مردودة وصلاة مقبولة. الصلاة المردودة اللي ينقصها ركن أو واجب عمدا، الصلاة المجزية هي التي تؤدى بأركانها وبواجباتها دون ما خشوع وخضوع وتوجه، وأكو صلاة مقبولة، صلاة الأولياء والمؤمنين الخلص، هذا مؤمن. إلا شارب الخمر بعد وآكل الربا، فإن كما تقدم عن النبي صلى الله عليه وآله
درهم ربا أعظم عند الله من 70 زنية بذات محرم في بيت الله الحرام. ثالث ها هو من هو العاق لوالديه، فإن العاق لوالديه لا تشمله الرحمة هذه الليلة، الرحمة ما تشملها زين، فإن رائحة الجنة تشم في الرواية من مسيرة 500 عام، أي نوع من الكناية ها، ولا يشمها عاق لوالديه. فاحرصوا أيها الشباب على صلة الوالدين إن كانوا أحياء وإن كانوا أمواتا بالصدقات والخيرات. بعد والرابع هو المتضمخ بالزعفران. يقولون الجاهلية عندهم عادة بأنه في الذين بقوا على كفرهم يعني يقول في هذه الليلة بالذات شو يسوي؟ يتعطر ويتلبس ويقضي ليلة ذاعرة في سكر ومع مغنية ومع غانية. مع الأسف لما تمر بتاريخ بعض الخلفاء المسلمين واقعا يندى له الجبين يعني، ويخرج بعد أن يقضي الليالي الحمراء ليصلي بالمسلمين ويسمونه مميت البدعة ومحيي السنة. توكل مميت البدعة ومحيي السنة، وهو يحيي لياليه مع الفتح بن خاقان ليالي حمراء. ماذا تذكر من هؤلاء؟ بيوتهم بيوت سكر وبيوت غناء وبيوت ذعارة. واحد يقول للمأمون، المأمون يلتفت إلى واحد من عند من أصحابه يقول له إحنا كل ما نخلي فد وزير ما نخلي والي يخوننا، ليش يخوننا؟ ليش هؤلاء ما عندهم إخلاص؟ قال له إن المختصين بالحمام الزاجل يختارون الأرومة الطيبة. التفتت قال له أنتم ما تختارون مع الأسف، فإنها نطف السكارى في أرحام الذعارى. شو يطلع من عندها؟ ولهذا قتلة الحسين وقتلة أهل البيت يا مسلم يا مؤمن يا شيعي، أقول لكل مسلم ما في واحد يتجرأ على قتل معصوم من المعصومين إلا وفي نسبه ذعر، في نسب شيء الذين قتلوا أهل البيت وضيقوا على أهل البيت. والليلة أنا أريد أمر بك ليلة الدعاء مثل ما يقولون، ليلة التوجه إلى الله. هنيئا للذين هم الآن في مكة في المدينة في بيت الله في مشاهد الأئمة الطاهرين في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، هذه المشاهد المقدسة. من جملة الليلة أنا أتذكر فيها الإمام الرضا سلام الله عليه. خلينا نروح إلى خراسان، إلى ذلك البعيد المدى، السلطان أبي الحسن، الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه. في هذه الليلة شوف القلوب المجمورة، القلوب المقبلة على الله تتوجه بكل ما فيها من حب وولاء لأهل البيت إلى ضريح الإمام الرضا ذلك الغريب. لكن أيها المؤمن أريد أبشرك، ترى أئمتنا رؤفاء ما قصدهم طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته، ما طلبهم مكروب أو ما قصدهم مكروب أو مغموم إلا وأزال الله غمه. وأكو عندنا إمامين أيها المؤمن، إمامان ماتا مكروبين وقد آلى على أنفسهما أنه ما قصدهما مكروب إلا وأزال الله كربه. أما الإمام المكروب الأول فهو إمامنا الحسين سيد الشهداء. هذا المكروب الأول ما قصد الحسين، والليلة هم زيارة الحسين، ما قصد الحسين مكروب إلا وأزال الله كربه. بعد والإمام المكروب الثاني هو إمامنا الرضا سلام الله عليه، مات غريبا مسموما مهضوما بعيدا عن أهله وعشيرته، لكن حضر إليه ابنه الجواد وقام بتجهيزه ورجع بأبي ونفسي في ليلة واحدة إلى المدينة. استقبلته الجواري واستقبلته بنو هاشم، قال اصنعوا طعاما، عادة الطعام ما يصنع إلا للمصيبة، صنعوا طعاما
قالوا أخبرونا أخبرنا لماذا أمرتنا بذلك؟ وإذا به ينادي عظم الله أجوركم لقد مات بي مسموما غريبا. آخ آخ هيجت لوعاتي ابن خير البرية، قل لي على من آمر تنم صب عزية يا ابن مصايبنا عظيمة شيب الشاب، نبجي على ضلعين مكسورة ورا الباب لولا الجنين اللي تعفر فوق لترايب لو قجدنا اللي يدها نبكر رزي، لو ضربت المحراب نبشي يا ضي العين، لو لجل عمنا الحسن لا نبشي على حسين، لا للأجزاد اللي بقت من غير تكفين، لا للحريم اللي تسمت خارجي. ما تنحص يا ابني مصايبنا بتعدى، الله يا مسجون امتلى يا شفان مولاي، بالامس خيض الرميه رميه بجسر بغدايا، لا نبشي يا ابني للذي راح ولا بين الملا الأمعاء ينرمو، يا نور عيني لو لفالك لفالك خبر من طول، ليكون أبوك مصاب يا بالمنية، النوت حسن زفار زفرة شديدة، قل لي عمي حلتي مصيبة جديدة، ويا الرضا المامون سواها مكيدة، قطع مهجتي وزلزل السبع العلي، غريب خراسان بغصته نفس الفداء لغريب في خراسان. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم شافي مرضى المسلمين، اللهم فرج عن المكروبين والمسجونين والمأسورين، اللهم ارجع الغائبين إلى أوطانهم سالمين، اللهم أيد علماء الدين العاملين، اللهم انصر شريعة سيد المرسلين، فجماعة الحاضرين المؤسسون والمساهمون تقبل عملهم بأحسن قبولك، وإلى أمواتهم وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح العلماء والشهداء والسادات، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.